صباح الخير، معاكم كريم في حلقة جديدة من شي كريم وفابولا كوكو. هنعمل النهاردة الفيلو بوكيتس. فيلو بوكيتس أكلة خفيفة جدا وفي نفس الوقت ديزرت لذيذ. هحتاج له الفيلو اللي هو عجينة الجلاش، بسيط وسهل وموجود في كل حاجة. هحتاج له تدي تقريبا حوالي 12 بيس متقطع كاريهات، اوكي، بس طبعا لازم اشتغل فيه بسرعة عشان الجلاش ما ينشفش منه. هحتاج طبعا زبدة سايحة عشان ادهن بيها ما بين الورق الفيلو بتاعي، مشمشية متقطعة بيس صغيرة، وده بسكويت باللوز. هو طبعا هو في البسكويت الطلياني الاماراتي، بس انا هستخدم يعني ممكن اي بسكويت حد عايز يستخدمه يستخدمه. ده بسكويت باللوز مكسرة برضو بيس صغيرة عشان هنحطه في الحشوة بتاعت الفيلو. هنبتدي سوا نجهز البوكيتس بتاعتنا. هاخد اول لاير بتاعتي من الفيلو وهبتدي ادهنها بالزبدة في جميع الاطراف ومن جوه، يعني من اول الطرف من جوه، من اول طرف من بره سوري، وبعدين ايه هدخل على جوه احطهم لايرز فوق بعض. هاخد تقريبا 3 لاير او اربعة منهم، وكل ما بينهم هحط الزبدة السايحة. هنا ممكن اعوجها شوية عشان لما اجي اقفلها تديني الشكل بتاعي من فوق. حط اخر واحدة عليهم وبرضه هدهنها بالزبدة. لازم ابقى سريعه مع العجينه دي بالذات علشان ما تنشفش، وفي نفس الوقت ممكن يعني لو قدامي فتره وانا بشتغل اغطيها بفوطه. هحط الحشوه بتاعت البوكيتس، احط من البسكويت في النص وبعدين احط المشمشيه. ممكن مع المشمشية احط مثلا كومبوت خوخ ازود هتبقى مسكرة شوية، او اللي بيحب السكر زيادة ممكن يحط شوية سكر بني هتبقى تدي كراميل شوية جوه البوكيتس نفسها. بعدين هبتدي اقفلها على بعض علشان تديني الكشكشة بتاعت البوكيتس من الجناب كده، واضغط عليها. هعمل هحضر منهم كذا واحدة وأدهنها بالزبدة من بره. أضغط جامد عشان أتأكد إنها قفلت معايا. هدهنها بالزبدة شوية من بره على الأطراف من فوق كمان بالذات عشان تدي لون حلو، وهدخلها الفرن. الفرن مش سخن قوي عشان العجينة حساسة جدا، لازم يعني هي 5 دقايق في الفرن وأبقى واقفة جنب الفرن عشان ألحقها. 5 دقايق لغاية لما بس تديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه واطلعها من الفرن واقدمها. كنت ظابطة الفرن بتاعي على حرارة متوسطة، هحط الفيلو بوكيت فيها لمدة 5 دقايق واطلعهم على طول علشان ما تتحرقش. كده خلاص هطلعهم واقدمهم في الطبق التقديم. هجيب الشوجر سيفتر بتاعتي طبعا من فابولا اكيد لا غنى عنها. هحط عليها سكر بودرة وأكلها.